أمتها أن الملائكة تنزل عليها وتنزل عليها مستأذنة ترى. يقول الشاعر: يا عجبا يستأذن أمين جبرائيل. جبرائيل يستأذن إذا جاء لبيت رسول الله، يقول له: إن الله أمرنا كرامة لفاطمة أن نستأذن. يا عجبا يستأذن الأمين عليهم، بالمقابل شنو؟ ويهجم الخؤون. قال سليم: قلت يا سلمان، يحجيها بحرقة، يا بحرقة، هاي العارف لفاطمة والمتأمل في كرامة فاطمة ويتحسس فيما يجري على فاطمة، وإلا المفترض هاي تسكن في أحداق عيونهم، تجعل على رؤوسهم. قالها: هذا الذي يجري على الزهراء سلام الله عليها. قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال: بلى، وعزة الجبار ليس على الزهراء، من خماري لكنها وين لاذت. يقول تستشعر الحجاب والخفار والعفة. شايف المرأة المؤمنة أنت لما تقف على بابها لغرض تعطيك شنو؟ جانب الباب تاخذ حتى لا ينظر أحد إلى معاصمها. ماذا تقول في سيدة نساء العالمين؟ والداخل عليها ليس مستأذن، وإنما هو عدو جامح، جاء ليروع، جاء من أجلي أن يبرهن عن حقده بكل ما تسعه يداه، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجاب. أيام الفاطمية ترى، أيام الفاطمية، شفيعتنا فاطمة سلام الله عليها، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت. اقرأ وياي، اقرأ وياي: كادت بنفسي أن تموت حسرة، وإنهم السادة فأسقطت بنت الهدى، وحزنا يا جنين هذاك المسمى، محسنا تصيح: يا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني باب، ومن جدوع وثجيلة وزن باب، ومن جدوع. اسمع تبرعات الشعراء شلون رقيقة، شلون تطلع على الأفئدة في الواقع. باب ومن جدوع وثجيلة وزن، هو تعلقاع ترجنها رجيا، ويلي ويلي طبقتي على أم الحسن طبق الجفين، طبقتي على يا أم الحسن طبق الجفين، يا ويلي ونبت بالصدر مسمارها. وعاشت بعد يوم الباب، شلون عاشت بعد يوم الباب؟ ملطومة على عينها، مكسور ضلعها، مسقط جنينها. إذا انقلبت على جانبها الأيمن صاحت واضلعة، إذا انقلبت على جانبها الأيسر صاحت وخاصرته. وإذا جاءت تصلي يكون بعض أركانها أكثر ماذا أنزل من الآخر، لأنها لم تكن تستطيع أن تجلس بجلسة طبيعية. صح ونادي وسيدته وفاطمة، كل هذا وعمرها 18 ربيع،
كل هالآلام كل هالمصائب ترى هالليالي العلي بعد مو بس الفاطمة كل هالمصائب تجرعها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب متى لما جاء يغسلها وهي على صخرة مغتسلها. الله يساعد قلبك يا أبا الحسن الله يساعد قلبك يا أمير المؤمنين. يقولون كان يغسلها هي قالت له بعد تريد تخفف علي الآلام قالت ولا تنزع من علي ثوبي لأني طاهرة مطهرة. علي يدري طاهرة مطهرة بس هي جاية تبين له ما تريد يشوف لكمات ما تريد يشوف ضربات. يقول الإمام الصادق لقد ماتت جدتي فاطمة ولها على ساعديها كمثل الدملج الأسود المحترق من ضرب السياط. ما تريد يشوف كل هذا. قالت لطاهرة مطهرة بالفعل امتثل لكن لما يغسل يقولون جاء واعتزل وضع يده على الجدار واستند من جانب وأخذ يبكي. أسماء وياه قالت لغسل وبعدين ابكي الآن مو وقت بكاء. إكرام الميت تعجيله. هذه فاطمة ترى هذه فاطمة أبا الحسن أمن فقدها تبكي. قال لا يا أسماء وإن عز علي فراقها أنا متجلد ترى متجلد أنا بس اللي خلاني أبكي شيء آخر. شنو اللي خلاك تبكي أبا الحسن؟ يقول وأنا أغسلها يا أنت تشجبين الماي تصبين ماي وأنا جاي أغسل أمرر بيدي على جسدها. لما جئت اسمع يا مؤمن اسمع يا سيد لما جئت من ناحية خاصرتها اليمنى جئت أغسلها غاصت يدي في داخل بطنها من ناحية خاصرتها. الله أكبر. ليش؟ لأنه وجد ضلع عين من أضلاعها مكسورين. أيوة سيدتا أيوة فاطمتا. يقولون هالمصايب هدت ركن علي ترى هدت أركان الإمام سلام الله عليه. ولذلك لما غسلها انتهى شالها ويا أسماء خلاها بالتابوت بس يريد يشيلها الوحدة ما يقدر. شلون ما يقدر علي؟ علي مدى حباب خيبر يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف. 44 الآن فاطمة فاطمة كلها جلد على عظم شلون ما تقدر تشيلها؟ يقول الإمام الصادق أصبحت جدتي كالخيال كالخيال خيال. فهم شلون خيال؟ جلد على عظم يعني. شلون علي هذا اللي عبر الجيش على ايده ما يقدر يحمل فاطمة ما يقدر يشيل فاطمة؟ يقولون لأنه هدته المصيبة بعد غطاها خلاها من جانب يبقى الكفن ينشال من جانب زين وهي وياه بأطرافه. قال أسماء أريد أباذر. وين أباذر؟ خليجي طلعت برا. قالت أباذر يريدك علي أمير المؤمنين. دخل لما دخل ماذا تريد أبا الحسن؟ قال عم يا أباذر أعني على حمل فاطمة. شيل شيل فاطمة وياي. يقولون وإذا به قد احمرت عينه من البكاء شالها وطرحها جانب. وين تخليها؟ قال خلها. وين تأخذها؟ قال لا مو أولادها الريدي وادعونها بعد خلي وادعونها أولادها أطلع برا عم يا أباذر. يقولون خرج. تقول أسماء أشوف وإذا بأمير المؤمنين شايف أم شابة وتروح عن أولادها. الله يخلي أمهاتكم يا شباب اللي رايحة أمه الله يجبر قلبه بفاطمة إن شاء الله. أم بعد شي تقول بالأم وشابة وتروح. قال الإمام حسن حسين زينب أم كلثوم تعالوا ودعوا الوالدة. تقول أسماء وإذا بهم يتقلبون على روضة صدرها. هذا من جانب هذا من جانب آخر. علي أمير المؤمنين من جانب ينظر لهم ويبكي. أويلي حيدر غسل الزهرة. تقرأ وياي لولا حيدر غسل الزهراء وتجرع غصص فرقتها. اسمع صوتك. ستر نعشها وبالدار خلاها جنازتها. ونادى يا حسن يا حسين يا زينب ويا ام كلثوم
قوم قوموا ودعوا الزهرة تراه مسافرة هاليوم هاليوم والنعش الطهر فر ويخر هذا وهذا يقوم وزينب نحبته وهدات ركن حيدر بنحبتها اسمع على اليمنى الحسن طايح يصيح ويجذب الحسرة يا ويلي يا ويلي والشهيد حسين ذب روحا على اليسرى اريد اسمع جواب منك والكل ينتحب ويصيح الله وياك يا زهرة يا 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 وديج الطاهرة يديها على الأيتام مدتها ونادى بالسما منادي يا حيدر شيل هالأيتام عن الزهرة ترى الأملاك ضج الطبق للعلام وخرهم علي بيدي ونحاها بدمع سجايام بعدها ونص الليل وراها جنازتها جلس أمير المؤمنين على قبرها بعد أن دفنها وكان الذين شيعوها فقط سبعة وقيل تسعة وقيل 13 والحسين يتقدم الجنازة حافي القدمين قد رمى بعمامته على الأرض أخذ سعفة بيده اليمنى أشعلها بالنار يضيء درب تشيع والدته إلى أن طرحوها في قبرها جلس علي من جانب أهالوا التراب عليها ثم قال عم يا أبا ذر خذ الحسنين إلى الدار قال لو أنت سيدي قال لا باقي أنا هنا شايف قبر حبيب عندك وتقعد تطول عد قبره كثير ها إيش قد ما يكون عزيز تجلس على قبره كثيرا تعوض ما يعتمل في قلبك من الجمر تجاهه وناحيته ما أكو أعظم من فاطمة على علي جلس على قبرها وقبر طري وعلي ماي وللتو قد دفنت يقولون ظل الوحدة يخط أنامله على ذلك القبر لكل اجتماع من خليله لكل اجتماع يا عين من خليلين فيرقة ويويون وكل الذي دون الممات قليل وإن افتقادي فاطم بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل هومت عيناه آخر كلمة اسمعها أسألك الدعاء عندك حاجة اطلبها ترى من فاطمة يقولون وإذا هومت عيناه رأى فاطمة واقفة أمامه تقول له علي قم وأسرع إلى الدار قم اذهب إلى الدار أبا الحسن ليش فاطمة ألا تأنسين بقراءة القرآن على قبرك بلى ولكن ابنتك زينب استيقظت وجدت البيت خالي مني ومنك وهي متروعة الله يرحم الشيخ عبد الحسين الأميني العالم العظيم هذا صاحب الغدير كان يقراها عند قبر علي بن أبي طالب نهدي ثوابها إلى العالم الجليل وإحنا نقراها الليلة وأنت تدمع عيونك على فاطمة يقولون أسرع أسرع إلى الدار وإذا بزينب هاي العزيزة جالسة على عتبة باب الدار أمسكت قميص أمها فاطمة تحتضنه فتح الباب احتضنته قالت أبا لا أنت ولا أمنا والله يا يما بقينا من بعدك يتامى يا يما
يوم مدها يا يار صوبنا بسهام هي يوم الليل والله الليل بعدك ما أنا يا يما قبايا العيني طول تشيلوح ولأي الأمور تدفن ليلا يا بضعة المصطفى ويعفى ثراها بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها جرعاها من بعد والدها الضيم مرارا فبئس ما جرع. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرجعنا يا رب العالمين، عرف بيننا وبين فاطمة، لا تفرق بيننا وبين فاطمة، أسعدنا بفاطمة في الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا على ولاية فاطمة وعلى البراءة من أعداء فاطمة، واحشرنا يوم تحشرنا مع فاطمة الزهراء، اقضي حوائجنا بفاطمة للدين والدنيا والآخرة، إلى أرواح موتانا موتاكم موت المؤمنين والسامعين لا سيما موت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب المبارك الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.